السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن الماجنتيك فورس اكتنج اون ا كارنت كارينج كوندكتور، أو القوة المغناطيسية اللي هتأثر على سلك بيمر فيه تيار كهربي أو بيحمل تيار كهربي. أولا هنفترض إن احنا معانا واير أو سلك، الواير ده طوله L ومساحة المقطع بتاعته A، وموجود في مجال مغناطيسي مقداره B، المجال ده للداخل الصفحة. طبعا أي سلك بيمر فيه تيار، فالتيار هو أساسا عبارة عن شحنات كهربية. هنفترض إني أنا عندي بتمر في التيار ده شحنات، شحنة كيو مثلا سواء كانت موجبة أو سالبة. الشحنة الواحدة طالما موجودة في مجال مغناطيسي فبتأثر عليها قوة مغناطيسية، قلنا قبل كده إن هي بتساوي قيمتها الكيو في الفي كروس البي. طيب التيار هنا هو عبارة عن سيل من الشحنات أو مجموعة من الشحنات، فبالتالي طالما المجال المغناطيسي بيأثر على الشحنة الواحدة بقوة مغناطيسية فهو هيأثر على التيار الكهربي بقوة أكبر. لكن القوة دي هتساوي إيه؟ القوة دي هي عبارة عن قيمة القوة الكهربية اللي بيأثر بها المجال على الشحنة الواحدة في عدد الكلي أو العدد الكلي للشحنات اللي موجودة أو اللي بتمر خلال السلك ده اللي هي مكونات تيار. طيب يبقى هنا دلوقتي عشان أحسب القوة الكلية اللي هتأثر على سلك بيمر فيه تيار وموجود في مجال مغناطيسي لازم أبقى عارف حاجتين. الحاجة الأولى هي قيمة القوة المغناطيسية المؤثرة على الشحنة الواحدة، والعدد الشحنات الكلي اللي موجود في السلك أو اللي بيمر في السلك والمكون التيار. طيب إزاي أحسب العدد الشحنات الكلي اللي موجود في السلك بتاعي؟ أولا أنا عندي بنرمز لرمز N، N دي هي عبارة عن عدد الشحنات لوحدة الحجوم اللي موجودة في السلك، عدد الشحنات لوحدة الحجوم. لو أنا ضربت عدد الشحنات لوحدة الحجوم في الحجم الكلي بتاع السلك ده هيديني عدد الشحنات الكلية اللي موجودة في السلك، فاهم كده؟ لأن أنا ضربت عدد الشحنات في وحدة الحجوم في الحجم الكلي بتاع السلك كده يديني عدد الشحنات الكلية الموجودة في السلك. طب حجم السلك الكلي هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مساحة المقطع بتاعة السلك ده في طوله. يبقى أقدر أقول أستنتج تعريف أو صيغة للعدد الكلي للشحنات اللي موجودة في السلك، هي عبارة عن الـ N في الـ A في الـ L. الـ N هي عدد الشحنات لوحدة الحجوم، الـ A هي الأريا بتاعة الـ أو الكروس سكشن أريا بتاع الواير، ال L هي طول الواير بتاعي، يبقى عدد كل الشحنات في الواير هي N في ال A في ال L. لو احنا ضربنا القيمة دي أو عدد الشحنات الكلية اللي موجودة في الواير في القوة المغناطيسية اللي مؤثرة على شحنة واحدة هيديني القوة الكلية المؤثرة على السلك أو على كل الشحنات اللي موجودة في السلك وبالتالي المؤثرة على السلك. طيب القانون بتاعها هيبقى ازاي؟ هيبقى أقدر أقول إن التوتال فورس أو التوتال ماجنتيك فورس اون ذا سيجمنت اوف ا واير اوف لينث ال از هي الاف بي بتساوي الكيو في كروس البي، ودي القوة اللي مأثرة على شحنة واحدة في ال ان اي ال اللي هي عدد الشحنات الكلية. لو بصيت في القانون ده هتلاقي إن في تعويضة موجودة ممكن تعوض بيها اللي هي ايه؟ ال ان في ال A في ال كيو في ال V، دي بيعبر عن قيمة التيار اللي هو عدد الشحنات لوحدة الحجوم في المساحة في قيمة الشحنة الواحدة في السرعة بتاعته، دي بيديني قيمة التيار. فالتيار بيساوي N Q في ال V في ال A. لو أنا شلت القيمة دي كلها N Q في ال V في ال A وعوضت عنها بالتيار هوصل لقانون تاني أو صيغة تانية للقوة الكهربية، هي بتساوي أو سوري القوة المغناطيسية الـ FP بتساوي الـ I في الـ L كروس الـ B. الـ I هنا الـ current، الـ L هنا دي بتعبر عن الـ displacement وليس الطول، الإزاحة، لأن هنا دي vector
فبيعبر عن الديسبليسمنت الإزاحة، اتجاهها في اتجاه التيار الكهربي، قيمتها بتساوي طول الواير. يعني ال دي اتجاهها بيكون في اتجاه التيار، وقيمتها هو قيمة الطول للسلك بتاعي، طبعا كروس مضروبة ضرب اتجاهي في البي اتجاه الماجنتيك أو الفيكتور للماجنتيك فيلد. فيبقى هنا ده الشكل أو الصيغة النهائية للقوة الكلية المؤثرة على سلك موجود في مجال مغناطيسي. يبقى احنا كده من خلال الفيديو ده قدرنا نستنتج ان ازاي اقدر احسب القوة الكلية اللي مؤثرة على سلك موجود في مجال مغناطيسي، باني حسبت القوة اللي بتأثر على شحنة واحدة في عدد الشحنات الكلية، وضربتها طبعا في عدد الشحنات الكلية اللي موجودة في السلك، اعطتني القوة الكلية اللي بتأثر على السلك ده اللي موجود داخل مجال مغناطيسي. بكده يبقى احنا خلصنا الفيديو ده، وألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله.